يا شاب، Honor of Kings وصلت لما يقارب 2 مليون تسجيل مسبق. هذا الشيء بيعني لك كثير جوائز رح تجينا اول ما تنزل لبي 21 شهر. طبعا مذكرك مره ثانيه عشان تجي تسجل هلا، لانه التسجيل ذا المسبق هيخليك تاخذ جوائز لو. خليني احكي لك عن بعض الجوائز اللي حتحصلها لو سويت بعض الخطوات البسيطه. شوف يا شباب، احنا بدينا مع 500,000 تسجيل حصلنا الماس، فكل ما زادوا التسجيلات كل ما حصلنا جوائز اكثر، وهدفنا انه نجيب 3 مليون تسجيل حق نحصل على الابطال المجانيين ببدايه اللعبه. لما نحصل على دول الابطال بشكل مجاني كتجربه، هتقدر تجرب انت البطل المناسب لك عشان تلعب فيه. بالاضافه يا شباب، خليني اوريكم على الجوائز اللي حتحصلها لو رحت سجلت من خلال الواتساب. عندك صندوق، عندك 500 الماس او 5000 جولد زياده، قسيمة سحب بطل، بالإضافة إلى كمان بطاقة تجربة مظهر وخمسي جزء بطل. كل ذول الجوائز حيجوك لو رحت على موقع Honor of Kings، ولو دعيت أصحابك على ذي اللعبة حتحصل على هدول الجوائز المجانية. فالموضوع بسيط ومربح عليك بشكل كثير كبير. وبالإضافة كمان عندنا أسهل جوائز ممكن تحصلهم بحياتك. أنا كنت تروح أتابع Honor of Kings على منصات التواصل الاجتماعي، كل واحد أعطيك 25 الماس حلوين فتابعهم هناك بعد. الموضوع كثير بسيط، في جوائز حلوة، وتذكروا 21 شهر حيكون موعد نزول اللعبة، سجل عليها من روات موجودة بالوصف.